السلام عليكم. دائما مع فوائد صباحية. في هذه الحلقة نتكلم عن الفواكه، يعني تكلمنا عن تجانس النشويات مع الخضر. هل الفواكه تتجانس مع أي غذاء؟ الفواكه لا تتجانس مع أي غذاء، هي على عكس الخضر. الخضر تتجانس مع كل مأكولات، الفواكه لا تتجانس مع أي أكل. الفواكه يجب أن تكون لوحدها، أن تستهلك لوحدها، الفواكه الجافة والفواكه يعني الطرية. نقول الفواكه الجافة وليست المجففة، يعني باش نكونوا مدقين في التكنولوجيا. الناس بداو كيشريوا المشمش مجفف ويسميوه فاكهة جافة، ليست فاكهة جافة. الفواكه الجافة نتكلم عن التمر والتين والزبيب، يعني هذه هي واللوز والجوز، يعني الفستق كذلك. هذه هي يعني الفواكه الجافة، لأنها جافة طبيعيا، أن الله سبحانه هو الذي جففها. أما الفواكه المجففة صناعيا، يعني هي الفواكه الطرية تجفف، هي الموز مثلا، هي المشمش، هي البرقوق، هي أشياء هذا التي أصبحت تجفف وتباع مع الفواكه الجافة. هذه الفواكه لما تجفف لا نتكلم عنها، يعني باش نكونوا واضحين، نحن نتكلم عن الأشياء الموجودة في الطبيعة، اللوز، الجوز، التين، الزبيب إلى آخره. هذه الفواكه إما كتكون فيها سكريات مثل التمر والزبيب والتين، أو تكون فيها دهنيات مثل اللوز والجوز والفستق والفواكه الأخرى، مثل حتى الفول السوداني. يعني الفول السوداني الأمريكيين يصنفوه مع القطاني، يعني هذا يعني البيناتس. فيعني هذه الفواكه كما قلنا لماذا؟ لأن فيها سكريات، ويعني إذا استهلكت مثلا مع ألبان أو لحوم أو وجبة ثقيلة ثم نأخذ هذه الفواكه بعد الوجبة، هذا أسوأ يعني طريقة في التغذي، أسوأ طريقة لاستهلاك هذه الفواكه. يجب أن تستهلك إما في الصباح، يعني الشخص ممكن تناولها في طعام الفطور مثلا، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل التين، مثل اللوز، مثل الجوز. يعني المغاربة كانوا كيفطروا بهذه الفواكه الجافة مع الصباح، يعني في الصباح، أو حتى الفواكه الطرية. المغاربة كانوا كيفطروا بالعنب، وكانوا كيفطروا بأشياء هذه يعني مع الصباح، حتى التين الشوكي، حتى التين الطري كان المغاربة كانوا كيفطروا به. ولا تستهلك لوحدها، يعني مع العشرة، مع الربعة العشية، يعني تكون خارج الوجبات، يعني تستهلك خارج الوجبات، أو يسمح بها في الليل، لأن الليل ممنوع الأكل، يعني عليه الأحسن لا يأكل الناس ليلا، خصوص يعني الوجبات الدسمة يجب أن لا تستهلك ليلا. طبعا إذا استهلك الشخص اللحم مرة أو مرتين في السنة، يكون عرس أو حفل والناس يعملوا عشاء ولا الحش، هذا ما كنتكلموش عليه، نحن نتكلم عن التغذية الاعتيادية يوميا. يعني فهذه الفواكه ممكن تستهلك ليلا، ما في مشكل. لماذا؟ لأن هي لا تتطلب أي طاقة للهضم، يعني 6 إلى 8 دقائق تكون وصلت إلى الامتصاص، يعني وهذا مع الأسف يجب أن لا يخلط الناس الفواكه مع المواد الحيوانية، مع الألبان، مع اللحوم، مع السمك، مع القطاني، مع إيش. فهي لا تتجانس مع هذه الأغذية، ولكن تتجانس مع النشويات. النشوي لماذا؟ لأن النشويات طبعا تهضم في الفم، يعني الستارش الأميدون، بروتينات قليلة تهضم في المعدة، النشويات فيها 8 إلى 10% بروتينات، ما فيهاش بروتينات بكثرة، يعني فيها نصف أو أقل اللحوم، نسبة اللحوم البروتينات. فممكن الناس يأكلوا مثلا خبز أو شيء، الخبز هو العادي تقريبا، الخبز هو يعني الشكل اللي كيستهلكوا به الناس نشويات مع الفواكه والخبز. ما يمكنش يعني فواكه تستهلكها مع كسكس، ولا فواكه مع حساء، لا يمكن. لكن مع خبز ممكن الناس يستهلكوا عنب مع الخبز، ولا تين مع خبز، ولا شيء مع خبز، ماشي مهم يعني تمشي. لماذا؟ لأن المغاربة كانوا يستهلكون يعني هذه الفواكه يعني الطرية على الخصوص، كانوا يستهلكونها مع الخبز مثلا، مع نشويات. ويعني هذا تجانس، طبعا تتجانس مع النشويات. لماذا؟ لان ليس هناك يعني من الناحيه العلميه، من ناحيه يعني الهضم، من ناحيه يعني هذا الهضم، من ناحيه الانزيميه، يعني ليس هناك مشكله. لماذا؟ لان النشويات تهضم في الفم، هذه الفواكه لا تتطلب اي هضم، هي تمر مباشره. ثم ان النشويات لا تتعطل في المعده كثير، لان فيها شيء بسيط من البروتينات، فهي لا تتعطل في المعده، ولذلك فهذا يتم هذا التجانس. يعني اللي معروف كان المغاربة مثلا كانوا كياخذوا الخبز مع العنب، ولا يعني خبز مع تين، ولا بعض الفواكه الأخرى، يعني ممكن عليا ممكن ياخذوا هذه الأشياء هذه. ولكن الفواكه بعد الوجبة، ولا الفواكه بعد وجبة دسمة مثل اللحوم، مثل الأشياء، أو حتى الفواكه بعد القطاني، فلماذا ستقع تخمرات؟ لماذا؟ لأن هذه الفواكه فيها سكريات بسيطة، وفيها أملاح معدنية، فيها فيتامينات، فيجب أن لا تختلط مع هذه الأشياء الأخرى. فيجب أن يخرج الناس هذه الفواكه، أن يخرجها الناس، لأن المغاربة كانوا معروفين بقير الضيف. قير الضيف كان فيه إما خبز سريع ممكن مسمن،
او كان اللي كيحطوا اللوز الجوز هذه الضيوف مع شاي ولا شيء، هذا يعني جيد يعني ما في مشكل. فهذا يعني هذه الفواكه يعني نؤكد يعني مع الاسف ان الناس اعتادوا بعض الاشياء هذه يعني فواكه بعد الوجبه، يعني عندنا هذا المشكل يعني في المغرب عندنا الفواكه دائما بعد الوجبه، وحتى تكون وجبه في الليل دسمه وبعد ذلك فواكه بعد هذه الوجبه الدسمه، سيقع تحمض وسيقع تخمر في الجهاز الهضمي وسيكون غازات تترتب غازات. فمن الاحسن الناس ان يعني ان يكون هذا الاكل أن يتجنبوا اختلاط الأكل أو خلط الأكل يعني ما أمكن. يعني إن شاء الله سنفصل لهم كل مجموعة كل طبيعة غذائية، كاين فواكه كاين خضر كاين نشويات كاين لحوم كاين ألبان كاين أشياء، هذه يعني سنبين لهم يعني كيف ممكن أن يستهلكوا هذه الأشياء بدون أن يخلطوها ليستفيدوا منها طبعا ولا يكون هناك ضرر يعني على جسمهم. نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.